إذاعة الأغاني من القاهرة. في يوم في شهر. في سنة. في يوم في شهر في سنة. برنامج يعده ويقدمه إبراهيم حفني. السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. كل عام وأنتم بخير. اللقاء الليلة مع الحلقة 13، وتدور حول تاريخ اليوم 8 من شهر يوليو. في يوم 8 شهر يوليو سنة 1963 سجلت طروب أغنية عيد سعيد، وهي من كلمات عبد الله أحمد عبد الله وألحان سيد إسماعيل. حبة وحرارة الناس الجد، عيد على الناس اللي بتشقى وبتبني السد، عيد بمحبة وحرارة الناس الجد، عيد على الناس اللي بتشقى وبتبني السد، عيد على الشعب الوطن ويعيشوا ان شاء الله الانسان، عيد على الشعب حارسين الدار ونحد يهوب على بابها يدوب بالنار، عيد على عسكر في الجبهة حارسين الدار ونحد يهوب على بابها يدوب بالنار، قل للجامع أهلا معاهم اليوم لو بيروح وياهم، قل للجامع أهلا معاهم اليوم لو بيروح وياهم، ساعة الجهاد والتضحية من صفر من
طريق الحرية. حي مع الأمة العربية وعد ساعد على إخواننا في كل مكان، احنا معاهم في الشدة بكل الإمكان. في يوم 8 شهر يوليو سنة 1961 سجل الثلاثي المرح أغنية سنة رايحة وسنة جاية من كلمات عبد العزيز سلام وألحان بليغ حمدي. سنة جاية ما بين فرحة وحرية، سنة رايحة وسنة جاية ما بين فرحة وحرية. بيت النصر مرفوع تهني أمة عربية، بيت النصر مرفوع تهني أمة عربية. لثورتنا وأعيادنا، لثورتنا وأعيادنا وفرحتنا بأمجادنا. وسنة رايحة سنة جاية، سنة رايحة سنة جاية. سنة جاية وجايبة لنا أمل بالود حققنا، سنة رايحة وفايتة لنا تاريخ بالمجد سطرنا، سنة جاية وجايبة لنا أمل بالود حققنا. خلاص ملنا أمانينا، خلاص حررنا أراضينا، خلاص ملنا أمانينا. أفريقيا قلوبها كلها معانا، نقول للدنيا كلمتنا، نلاقي الدنيا سمعانا. نهضنا ويا أحبابنا وحققنا مطالبنا، نهضنا ويا أحبابنا وحققنا مطالبنا.
العربية بثورتنا وأعيادنا بثورتنا وأعيادنا وفرحتنا بأمجادنا وسنة رايحة سنة جاية سنة رايحة سنة جاية سنة رايحة سنة جاية سنة رايحة سنة جاية سنة رايحة في يوم 8 شهر يوليا سنة 1957 أعاد عباس البليلي تسجيل أغنية حبيبي الغالي مين قده من تلحينه ومن كلمات إبراهيم كامل رفعت. حبيبي الغالي مين قده نعيم الدنيا في يده حبيبي حبيبي مين قده حبيبي الغالي مين قده نعيم الدنيا في يده حبيبي الغالي مين قده نعيم الدنيا في يده اسمع ثاني شهد الامان في ميه سكر والود لنا طرح له جلنا من زرعه الاخضر اسمع ثاني شهد الامان في ميه سكر والود لنا طرح له جلنا من زرعه الاخضر بيهدي الكل إحساسه نعيم وجمال ويسقي كل من كاسه بشهد حلال بيهدي الكل إحساسه نعيم وجمال ويسقي كل من كاسه بشهد حلال وأحب سماه وأحب هواه وروحي فداه ما فيش قبل ولا بعد ما فيش قبل ولا بعد في حسن ورقته وده حبيبي حبيبي من قده حبيبي الغالي من قده نعيم الدنيا في يده حبيبي الغالي من قده نعيم الدنيا في يده حبيبي حبيبي من قده في الحبايب وبيسر بينهم في كل خطوة له نعمة حلوة بالخير تصلهم مخلص وقلب وفي الحبايب وبيسر بينهم في كل خطوة له نعمة حلوة بالخير تصلهم وانا من بخت من ناسه ومصر اصيل وعيني وقلبي حراسه وحب دليل وانا من بخت من ناسه ومصر اصيل وعيني وقلبي حراسه وحب
واغني واقول بلحن جميل حبيب النيل. ده يتربي في قلبه, ده يتربي في قلبه, ونور من عزته ومجده حبيبي حبيبي من قده. حبيبي الغالي من قده, لعين الدنيا في قده. حبيبي الغالي من قده, لعين الدنيا في قده. حبيبي حبيبي من قده. في يوم 8 شهر يوليا سنة 1965 تم نقل نسخة ثانية من الأصل لأغنية نجاة علي البراضي, وهي من كلمات أحمد ملوخية وألحان سيد إسماعيل.
من مسرح الزمالك ومن حفل النوبي أقيم لبرنامج لقاء الأشقاء في يوم 8 شهر يوليا سنة 1970 نستمع إلى محمد العزبي وأغنية يلي حزامك ستنين. أيها الأشقاء، مع لون محبب إلى نفوسنا جميعا ومع صوت جميل كلنا بنحبه وبنطرب له، مع عشاق الموال، مع الموال ومع الأغنية الشعبية، مع المطرب محمد العزبي. الفرقة الموسيقية بقيادة الدكتور محمود إسماعيل، فرقة الأضواء الموسيقية. بحرك عالي وانا ما معايا الميت جنيه، ليه ليه اللي حزامك ستاني، بحرك عالي وانا ما معايا الميت جنيه، لكن شاب دراع جناح حزرع عليك شجر الافراح، لا لكن شاب دراع جناح حزرع عليك شجر الافراح، وحجيب اللي تقولي عليه اللي حزامك ستاني. يا مناس ويا مناس يا مناس خدهم هواهم غواهم في العلالي، والهوى غير طريقهم نساهم حب غالي. يا مناس ويا مناس يا مناس ويا مناس يا مناس خدهم هواهم غواهم في العلالي، والهوى غير طريقهم نساهم حب غالي. يا مناس رضيوا قليل والعيش والملح صانهم وتهنوا بالليالي.
ناس غدروا قليل والعيش والملح صانهم وتهنوا بالليالي دي راحت البال يا حلوة تسوى مليون جنيه دي راحت البال يا حلوة تسوى مليون جنيه ياللي حزامك ستاني ياللي حزامك ستاني بحرك عالي وانا ما معايا البيت جنيه لكن شب دراعي منح حزرع عليك شجر الافراح لا لكن شب دراعي منح حزرع عليك شجر الافراح وحجيب اللي تقولي عليه اللي حسامك ستاني اصبر على اصحابي يا قلبي صبرك ولا تاخد على خطرك انا لقيت بختي مع مين لما حلقاه مع اصحابي معادن ومن أغلى المعادن تلاقي ناس وناس كتير طيبين وناس كتير مش ناس
ناس معادن ومن أغلى المعادن تلاقي ناس وناس كتير طيبين وناس كتير مش ناس وناس لسانها تملي يجيب في سيرة الناس وناس بتضحك في وشك ويزموا فيك للناس سلمها لله ولا تندم ده الراجل الحر ما يهمه كلام الناس في يوم 8 شهر يوليو سنة 1966 سجلت إلهام بديع أغنية راجع تقول لي حقك عليا الأغنية من ألحان عبد الوهاب الدكالي أعيد التسجيل في 10/9/1966 أعيد مرة أخيرة في 30 نوفمبر سنة 1966 انسى كتر الاسيه رجعت قول لي حقك علي فكرني حنسى كتر الاسيه واللي جراني وياك كفايه هو اللي شفته منك شويه هو اللي شفته منك شوية يا ما حاولت كتير هابني الأمل وياك ما لقيت في حبك غير الحيرة والأشواق يا ما حاولت كتير أبني الأمل وياك ما لقيت في حبك غير الحيرة والأشواق جرحت قلبي بكيت عيني جرحت قلبي بكيت عيني هو اللي شفته منك شوية هو اللي شفته منك شوية أحلام علمتني علمتني أهواك في نشوة الأحلام علمتني علمتني أهواك في الصحو من الأوهام علمتني أن سيبني في حالي اتفل بي سيبني في حالي اتفل بي هو اللي شفته منك شوية هو اللي شفته منك شوية راح راح ما بين عذاب عذاب وخصام
يا عمري راح راح ما بين عذاب عذاب وخصام خليني يوم هرتاح خليني ليلة خليني ليلة أنا خليني أنسى الحكاية دي خليني أنسى الحكاية دي هو اللي شفت منك شوية هو اللي شفته منك آه شوية من حفل تونس الثاني الذي أقيم بمدينة سوسة يوم 8 شهر يوليا سنة 1964 نستمع من فرقة الإذاعة الوطنية التونسية إلى موسيقى منايا وهي من مؤلفات إبراهيم المناعي. سيدتي وسادتي مساء الخير، نستهل هذا الحفل الساهر مع فرقة الإذاعة الوطنية التونسية ومع نجوم الطرب والفن في الجمهورية التونسية مع أولية مع نعمة مع للرياحي يوسف تميمي مصطفى الشرفي والمجموعة الصوتية في الفقرة الأولى من برنامجها في هذا الحفل الساهر قطعة موسيقية من مؤلفات إبراهيم المناعي منايا ثم نستمع إلى وصلة عتيقة في نغمة الحسين رفقا ملك الحسن Thank you.
في يوم 8 شهر يوليو سنة 1962 سجلت ثريا حلمي للتلفزيون مونولوج 10 على 10، وهو من ألحان منير مراد وتوزيع ميشيل يوسف. عشنا وفات من عمرنا 10 وختمنا في صوابعنا 10، إن حياتنا مع ثورتنا تستاهل 10 على 10، تستاهل 10 على 10. عشنا وفات من عمرنا 10 وختمنا في صوابعنا 10، عشنا وفات من عمرنا 10 وختمنا في صوابعنا 10، إن حياتنا مع صورتنا تستاهل 10 على 10، تستاهل 10 على 10. عشنا وشفنا الاشتراكية، شرع الله في الأرض نظامنا مساواة وعدالة اجتماعية، فتحت باب النور قدامنا، ما بقاش بينا فروق طبقية ولا رجعية ولا انتهازية، ما بقاش بينا فروق طبقية ولا رجعية ولا انتهازية. احنا الأمة، احنا الأمة، منا الكلمة، منا الكلمة، وختمنا بصوابعنا 10، إن حياتنا، إن حياتنا، مع ثورتنا، مع ثورتنا، تستاهل 10 على 10، تستاهل 10 على 10. عشنا وفات من عمرنا 10 وختمنا بصوابعنا 10، عشنا وفات من عمرنا 10 وختمنا بصوابعنا 10، إن حياتنا مع ثورتنا تستاهل 10 على 10، تستاهل 10 على 10. عشنا وشفنا الفلاح راضي والعامل مرتاح في حياته، واللي انداس في العهد الماضي رد كرامته وحس بذاته، حطمنا الصنم الإقطاعي واللي اختنوا كده من غير داعي، حطمنا الصنم الإقطاعي واللي اختنوا كده من غير داعي، وبقينا إخوة، وبقينا إخوة، كلنا نخوة، كلنا نخوة، وختمنا بصوابعنا 10، إن حياتنا، إن حياتنا، مع ثورتنا، مع ثورتنا، تستاهل 10 على 10، تستاهل 10 على 10. عشنا وفات من عمرنا 10 وختمنا بصوابعنا 10، عشنا وفات من عمرنا 10 وختمنا بصوابعنا 10، إن حياتنا مع ثورتنا تستاهل 10 على 10، تستاهل 10 على 10. عشنا وشفنا بلدنا مصانع والمشاريع ما شاء الله كتيرة، والمستقبل صرح وطالع يبني بلد في المجد كبيرة، نخلق نبني نعلي نعمر ثورة مع الأيام تتطور، نخلق نبني نعلي نعمر ثورة مع الأيام تتطور، وإحنا ولادها، وإحنا ولادها، نحمي جهادها، نحمي جهادها، 10 و10 و1000 10، وادي حياتنا، وادي حياتنا، مع ثورتنا، مع ثورتنا، تستاهل 10 على 10، تستاهل 10 على 10. عشنا وفات من عمرنا 10 وختمنا بصوابعنا 10، عشنا وفات من عمرنا 10 وختمنا بصوابعنا 10، إن حياتنا، إن حياتنا، مع ثورتنا، مع ثورتنا، تستاهل 10 على 10، تستاهل 10 على 10. في يوم 8 شهر يوليو سنة 1966 سجلت ضحى ومحمد المدني دويتو سقف ليا وليك،
وهو من ألحان عز الدين حسني. سقفة يا صاحبي بكل جسارة، هات ايدك خد ايدي وسقفة. سقفة يا صاحبي بكل جسارة، هات ايدك خد ايدي وسقفة. للجماهير والهمم الزحفة، عرقك جهدي وعرقي مهارة، صبرك علمي وصبري شرارة. طلب عم الفلاحين في دقيقة وبنات رشدين في دقيقة. سقفة 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 وسقفة لي يا وليد، سقفة يا صاحبي بعزم مبيد، كل الوطن العربي دليل ليه يا وليد. سقفة وسقفة العقل الواعي، أواني وفرد لي شراعي. سقفة وسقفة العقل الواعي، أواني وفرد لي شراعي. بيفكر إزاي يتدبر ويكبر، الله الله. بيفكر إزاي يتدبر ويكبر، الله طريقك دايما يهدي في طريقك. سقفة 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 وسقفة لي يا وليد، سقفة يا صاحبي بعزم مضيد، كل الوطن العربي دليل ليه يا وليد. سقفة يا صاحبي بإيد جبارة، هات إيدك خد ايدي وسقفة. سقفة يا صاحبي بإيد جبارة، هات ايدك خد ايدي وسقفة. للجماهير والهمم الزحفة، طيرة الأحلام بيها بتعلى، تقطف ضي النجم وتعلى. شب يا صاحبي النور حواليك، ضمه لقلبك واملى عينيك، ضمه لقلبك. في يوم 8 شهر يوليا سنة 1955 سجل أحمد عبد الله من كلمات محمد حلاوة وألحان محمد عمر أغنية ميدان عملنا، أعيد التسجيل مرة أخرى يوم 19 يوليا من ذات العام. لنهضة الوادي
مصر اسمه لمع في الدنيا يا بلادي. مبروك عليكي وعلينا يا رب حقق أمانينا. مبروك عليكي وعلينا يا رب حقق أمانينا. يا رب يا رب يا رب حقق أمانينا. الكل سامع صوت المصانع في الجو يدوي باسمنا. وحركة زايدة مليانة فايدة والمولى عوض صبرنا. رأينا وحدة وهمة واحدة نخدم بلادنا بجهدنا. يا مصر حبك فضينا مبروك عليكي وعلينا. يا مصر حبك فضينا مبروك عليكي وعلينا. يا رب يا رب يا رب حقق أمانينا. بدمع بلدة تسع للحظة الوادي والمصري اسمه لمع في الدنيا يا بلادي. مبروك عليكي وعلينا يا رب حقق أمانينا. مبروك عليكي وعلينا يا رب حقق أمانينا. يا رب يا رب يا رب حقق أمانينا. وادي الحديد والجاز لقيناه في أرضنا واستخرجناه. وادي الصحاري اتعمرت والرملة فيها خطرت. جنة بلادنا ونورت. بقينا وحدة وهمة واحدة نخدم بلادنا بجهدنا. وأملنا صبحت في ايدينا مبروك عليكي وعلينا. وأملنا صبحت في ايدينا مبروك عليكي وعلينا. يا رب يا رب يا رب حقق أمانينا. بدنا عملنا التسع في لحظة الوادي والمصري اسمه لمع في الدنيا يا بلادي. مبروك عليكي وعلينا يا رب حقق أمانينا. مبروك عليكي وعلينا يا رب حقق أمانينا. يا رب يا رب يا رب حقق أمانينا. في يوم 8 شهر يوليو سنة 1965 سجلت المجموعة أنشودة المبادئ، وهي من كلمات علي الفقي ومن ألحان مرسل حريري. شمر وسع خطوتك.
في يوم 8 شهر يوليا سنة 1958 سجلت المجموعة بمصاحبة فرقة الإذاعة نشيد زنجبار، وهو من كلمات مصطفى عبد الرحمن وألحان محمود عبد الرحمن. بهذه الفقرة نكون قد وصلنا لنهاية حلقة الليلة. شكرا حسين السنوسي، والمخرج أحمد نادر ومصطفى رضوان. يجمعنا لقاء قادم بإذن الله. أرق تحياتي. في يوم. في شهر. سنة. في يوم في شهر في سنة. برنامج يعده ويقدمه إبراهيم حفي.